افتكر انا بحبك. افتكر لازم توقف. انا ما بدي حب، مش مستعد للحب. انا هلا بالي باشياء تانية. انا وصل لي ايميل من المدرسه اللي كنت اشتغل فيها، شحطوني وطلعت بلا تعويض. حتى تلاميذي اللي كنت اعلمهم واعطيهم دروس خصوصيه، تصور اهلهم هلا استغنوا عن خدماتي. يعني هلا انا ما بالي الا بشغلتين، لاقي شغل لحتى اقدر اصرف على حالي وعيش، واقنع حبيب قلبك القانون انه بس المجرم وزدته بالحبس وباخذ منه البنات وربيهم وكبرهم. هيدا يلي بالي فيه، هيدا يلي بدي اياه وبس. انت بتفكري فيي مثل ما انا بفكر فيكي. وصلنا جوابك.